تم صباح اليوم ببلدية أنعام قرعات الحج، إذا تمت لموسم 2020-2021 بمشاركة 597 مسجلا، حيث التقطت كاميرا النهار السيدة زياني فاطنة ذات التي تبلغ من العمر 72 سنة، هي مطلقة وليس لها أولاد، كانت تأمل في أن يحالفها الحظ في القرعة لكنها لم توفق، وكلها أمل بزيارة البقاع المقدسة. مصطفى دحاوي: كنت نتمنى نخرج ويجيب لي ربي الرفيق من ولادة الحلال وخلاص، هذا واش كنت نتمنى. واه ربي ما كتبش، نوصل بيت الله ان شاء الله يا ولدي، جيب لي ربي ان شاء الله الرفيق اللي هو يكون ولد حلال. ما عندي لا وليدات لا بنيات، لا متمنيه بيت الله، كاع اللي عندي نمشي بيهم، ما نقعدش.